من قاعة العرش في قصر رغدان العامر، رفع مجلس الأمة رده على خطاب العرش السامي الذي تفضل جلالة الملك بإلقائه في 23/2/2013 إيذاناً بافتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة 17. وقال رئيس مجلس الأعيان عبد الرؤوف الروابدي في رد المجلس على خطبة العرش: إن مجلس الأعيان يؤكد على ما ورد في خطبة العرش السامي فيما يتعلق بقانوني الانتخابات والأحزاب باعتبارهما يشكلان معاً أهم متطلبات بناء الدولة الديمقراطية الحديثة، ويؤكد أيضاً أن استكمال التطوير الإداري يتطلب تطوير الإدارة المحلية وإنجاز قانوني اللامركزية والبلديات. صاحب الجلالة، وأكدت خطبة العرش على أن مجلس الأمة هو حاضنة الديمقراطية والحوار الوطني، فبه ومن خلاله تترسخ أسس الديمقراطية التي تتطلب أولاً الأداء المتميز واعتماد التعددية والقبول برأي الأغلبية واحترام الرأي الآخر. وسيعمل مجلس الأمة بجناحيه معاً بفاعلية وتوافق انسجاماً مع هذا التوجه. من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراوني في رد المجلس على خطبة العرش السامي أن مجلس النواب يستلهم الدليل من رؤى جلالة الملك، إذ أقر مؤخراً نظامه الداخلي وضمنه نصوصاً تؤسس لمرحلة الكتل البرلمانية البرامجية بهدف تطوير عمل المجلس وتحديث آلياته للانتقال لمرحلة الحكومات البرلمانية. وإن مجلس النواب يستلهم الدليل من رؤى جلالتكم وينظر بكل جدية لتوجيهاتكم، إذ أقر مؤخراً نظامه الداخلي وضمنه نصوصاً تؤسس لمرحلة الكتل البرلمانية البرامجية بهدف تطوير عمل المجلس وتحديث آلياته للانتقال لمرحلة الحكومات البرلمانية، واستكمالاً لهذا التوجه الديمقراطي، فإن المجلس سيراجع قانون الانتخاب وقانون الأحزاب تلبيةً لرؤى جلالتكم واستجابةً لتطلعات شعبنا الأردني. ترأس جلالة الملك الوفد الأردني في افتتاح أعمال الدورة الثالثة للقمة العربية الإفريقية تحت شعار شركاء في التنمية والاستثمار، والتي تناولت قضايا تتعلق بسبل تعزيز التعاون في المجالات الزراعية والأمن الغذائي والتعاون والتنمية وتشجيع التجارة وبناء الشراكة بين دول المجموعتين العربية والإفريقية. والتقى جلالة الملك كذلك عدداً من القادة وكبار المسؤولين المشاركين في القمة، حيث التقى سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والرئيس اليمني عبد رب منصور هادي، وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وسمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد مملكة البحرين. وبحث جلالة الملك معهم عدداً من القضايا التي تهم الأردن وبلدانهم. وتطرقت اللقاءات إلى العلاقات بين دول المجموعتين العربية والإفريقية وضرورة تطويرها وتفعيلها بما يعود بالخير والفائدة على شعوبها. وفي إطار مختلف، تابع جلالة الملك القائد الأعلى للقوات المسلحة التمرين التدريبي الذي نفذه لواء الملك الحسين بن علي المهام الخاصة 30. استقبل جلالة الملك عبد الله الثاني نشام المنتخب الوطني لكرة القدم لدى وصولهم إلى مطار ماركا بعد تعادلهم في مباراة الإياب مع الأوروغواي ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2014 التي جرت في عاصمة الأوروغواي مونتي فيديو. وأثنى جلالة الملك على الجهود والمستوى المشرف الذي قدمه منتخب النشامى في مباراته التي انتهت بالتعادل السلبي، مؤكداً أن العبرة ليست بالنتيجة فحسب بل بالتحدي الذي واجهه النشامى بكل عزيمة وإصرار.
فغض النظر على النتيجة بدي إياكم تكونوا مرتاحين. أنا كثير كثير فخور بالنتيجة، رفعت رؤوس الأردنيين والعرب، فبدي إياكم تكونوا مرتاحين. أنا كثير كثير مبسوط على النتيجة، بدي المعنوية تكون عالية جدا. فأنا بس حبيت أجي على المطار أشكركم، الجماهير عم يستنوكم برا فترتاحوا، وأنا معكم. بدي أشكر أخوي علي وكل الدعم مني، لكن الله يعطيكم العافية وإن شاء الله ترتاحوا ومنضلنا على الاتصال معكم. لكن اللي أنا شفت مبارح ضد يوروغواي بيني وبينكم إشي بيرفع الرأس، فالمعنوية تكون عالية جدا. يعطيكم العافية وأنا كثير كثير فخور فيكم. We'll be right back.